حنا كنقابه كتخوض هذه الوقفه هذه، يعني اولا احتجاجا على الوضعيه المزريه اللي كتعيش هذه الفئه هذه، وضعيه كارثيه بكل مقاييس، لا سواء ناحيه الاجور، لا سنساس، ما كاينش تامين على المخاطر، هذا الاستغلال داخل مؤسسه الدوله تحت انظار جميع الجهات المسؤوله دون اي تدخل، لا من طرف المديريات الاقليميه ولا مفتشي الشغل، كيتم يعني استغلال وكيتم الاتجار بالبشر تحت انظار ومباركه جميع الجهات المسؤوله. اليوم كنحملوا المسؤوليه للسيد الوزير اللي كيصرح في البرلمان على اساس ان الفئه ليست في صلب اهتمامات وزارته، مع العلم انهم في عمق المنظومه التربويه والاله المحركه للعمليه التربويه، لانهم اليوم كيعوضوا ضوء الاعوان سابقا اللي هما اليوم في طور الانقراض بطبيعه الحال. اليوم الحراس كيقوموا بواحد الدور كبير داخل المؤسسات وخارج المؤسسات، كيتم استغلالهم كذلك دون اي يعني قانون يحميهم او يحمي المصالح ديالهم. اليوم كنطالبوا كنقابه بالادماج المباشر في سلك النظام الاساسي بالوظيفه العموميه للتعليم، على اساس ان الفئه هذه يتم يعني علاش يتم يعني التغييب ديالها ضمن النظام الاساسي، مع العلم انه كانوا بين الملفات المطروحه من طرف النقابه الكونفدراليه الديمقراطيه للشعوب. لهذا حنا كنحملوا المسؤوليه التامه للسيد الوزير اللي كيتجاهل جميع المراسلات ديالنا، تجاهل كذلك التوصيات اللي حنا وجهناهم لجميع الجهات المسؤوله، كنحملوا لوزاره الشغل، كنحملوا المسؤوليه لوزاره الداخليه من اجل يعني الوقوف والسهر على تنظيم هذا القطاع وتنظيم بوضع قانون تنظيمي محكم لهذا المجال اللي كيتم يعني الاستغلال ديالو من طرف شركات فاقده المصداقيه، فاقده المهنيه، شركات يعني لا تحترم ادنى شروط العمل المشرف. فهاد الزيادات اللي حنا كنتكلموا عليها اليوم ما كايناش في هذا القطاع، الناس اجور ما كتعداش 2000 درهم، العامله 700 درهم، عامله الطبخ 1200 درهم، فصراحه هذا وضع كارثي، بالاضافه الى 12 ساعه العمل في اليوم في خرق سافر للماده 184 مدونه الشغل. هادشي اللي غادي نقدر نقول، وكنتمناو يعني يوصل صوتنا للجهات المسؤولة وإعادة النظر في هذه المنظومة اللي اليوم كتشغل أكثر من 1.5 مليون يعني من المواطنين اللي هازين واحد الأسر، فللأسف كاين واحد الاستغلال وحشي في هذه المنظومة هذه. اليوم كنتواجدوا هنايا بناء على الدعوة ديال المكتب الوطني بخصوص الوقفة الوطنية أمام وزارة التربية الوطنية. كما كتعرف البلاد القطاع ديال الحراسه الخاصه والقطاع ديال النظافه والقطاع ديال الطبخ ولا قطاع حيوي داخل المؤسسات التعليميه، ومشاكل كثيره كيعاني بها هذا القطاع خاصه مع شركات المناوله اللي كتاخذ الصفقه وما كتحترمش المدونه ديال الشغل. الاعوان الى يومنا هذا مازال ما كيتخلصوا لحد الادنى الاجور، عامله النظافه الاجره ديالهم جد بخسه اللي ما كتجاوز 700 درهم حتى 800 درهم حتى 1000 درهم كاع، عامل الطبخ ما كان لا تكوين لا حتى شي حاجه، رغم انهم كيشتغلوا يعني مع قنينات الغاز ومتعرضين للحريق، ما كان لا تكوين لا حمايه جسديه. واليوم حنا كنطالبوا بالادماج في النظام الاساسي بالوظيفه العموميه، وهذا حقنا كباقي الحقوق مثلنا مثل الاساتذه اللي كانوا متعاقدين، واليوم راه تم الادماج ديالهم. حنا جينا هنا باش كندافعوا على الحقوق ديالنا، على الحقوق ديالنا، ما سيخلصونا شي في الوقت، عندنا واحد الثمن غير 800 درهم ماشي شي حاجه، ولكن كيعطلونا، ما زادونا ما والو، يعني النظافه في المدرسه راه باينه، حنا كنشطبوا الاقسام، كنصيبوا الطواليطات، كل شيء كنديروه، كنخدموا اكثر من 5 سوايع بعد النوبات، نجيو مع 8:30 حتى 12:30 هذا كنمشيو، يعني من يقول لك المدير دير هذه ودير هذه ما غتقدرش تسمح فيه وتخليه، كلشي كنقضي وعاد كنمشي. ما تيتفكروناش الشركه كاع الشهر تيدوز لنا على شهرين ثلاثه، واللي كاري واللي عنده وليدات واللي مريض بالسكر وعنده الدواء وعنده كي غيدير مسكين والو، كان الشركه معدين عندنا، لا حنا عيال الطبخ ولا الحراس ولا كلشي. المطالب ديالنا يزيدونا في الخلصه ديالنا ويخلصونا في الوقت، واللي ما عندوش مسكين ضمن شي معيله تغطيه صحيه لا والو، هذا الشيء اللي كنطالبوا، الشيء اللي كنطالبوا، مش حنا كنطالبوا شي حاجه زعما فوق القانون ولا، كنتمنى معي يسمعونا ويبقاو يخلصونا ويزيدونا، راه ماشي داك الثمن ديال المنظفه ما تسمع تحشم بالشهر وما يخلصوكش حتى في الشهر. ما كاين لا عقد لا والو، الشركه ما كنشوفوهاش، ما كنعرفوش حتى سميتها بعد النوبات. علاش جينا واحتجينا؟ علاش جينا واحتجينا؟ علاش جينا واحتجينا؟ على فلوسنا اللي بغينا، على فلوسنا اللي بغينا، وعلى
لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.